عن بشيخ تيجان الأمينة بقدوم لكوني به وسواء ما بام بشيخ تيجان أمينة بقدوم لكوني به وسواء كان لشيخ من كرامة قومي بائرة دعت بها صماء خارقة إمام أكثر منها تنصيا أو يتيب يا بلقاء من أن كان طلبها نجهادي لسان يقيب وهو صراء من أن كان مالك خلق طراء قافلة على عصره سنماء منو أن كان مالك خلق ترى قافلة على عصره سنماء منو أن قال طاعان في بلالا منو أن قال ربها سنتاء ناصر الشيخ أمي كل يومنا جمعة أو من غيره سنسواء قول الشيخ كترجمان رسولي دون إفك وليس فيه قفاء عائس من بر لدى يوم جمع ثم يرقى له عليه استواء ثم نادى على قلائق نادي على ساس تاب منكم أنا إن أسى إمامكم ثم أسى نال منه من له كرماء إن أسى إمامكم ثم أسى نال منه من له كرماء ستة من إن الله سين الله سرعة من على قفة أولياء تلك من كعب الشيخ فجب قطبنا حاس ساق أصابه أسفياء قدم ساقي فوق أرقم بقومي كل هذه سيادة قساء سويان الإمام لتقبل دون سك فيه وليس مراء من كرامات شيخنا ما يؤردنا وتراكب اسم كيف يساء تابت كعبة شريفة بشيء كحديدا يا بساطة كعب شيخ متابع وقيل ما أبر شيخ ما به اتراء وسراب إمام كان أميما في أمر قضاء والقبراء كم لها من إقاوات لقريب كم لا فيه الفرش قام دراء كم آذى إمام سوقة قامي كم أسيلت بسلمه أمراء كم أتى بقيس ماله بجدبه سهرا من مولي القراء بان سعان الله عن مهاد رسوله أبا شيخ الملوك والأداء دعوة القرم من لبات رسله دعوة قال دونها الأنواء يرسق الأعلام من الأتاه رأسه سيقي على اللون نقباء رضي الله عنه.